الحمد لله. أنا اعتزلت الغناء وبشكركم على دعمكم المستمر جميعا، وبتمنى إنه هذا الدعم يستمر لقدام، لأنه هاي معناتها مش النهاية، بالعكس مش راح أختفي، يمكن راح تشوفوني أكثر، راح تتعرفوا علي أكثر على طبيعتي، وبتمنى تشاركوني رحلتي الجديدة. أدهم النابلسي يعلن اعتزاله للغناء نهائيا ويصدم الجمهور بكشفه عن السبب وشاهد عائلته. فاجأ الفنان أدهم النابلسي جمهوره بإعلان اعتزاله للغناء نهائياً، وكشف عن السبب الذي دفعه لذلك ليحدث ضجة على منصات التواصل الاجتماعي. وكشف أدهم النابلسي أن رحلته في عالم الغناء لم تكن في رضا الله، وهو ما دفعه لاعتزال الغناء نهائياً، موضحاً التفاصيل في مقطع فيديو استعان فيه بعدد من الآيات القرآنية التي رتلها بصوته، مؤكداً على أنه لن يختفي وإنما سيشارك الجمهور تفاصيل رحلته الجديدة. وقال أدهم النابلسي: يا رب تكونوا بخير، حبيت أعمل لكم هذا الفيديو علشان أقولكم خبر سعيد جداً. كل واحد منا عنده هدف وعنده إنجاز وعنده أحلام بيحاول يحققها ويتعب علشان يحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل للهدف أو الأحلام اللي في حياتك، هل راح تحس إنك أنجزت أو حتحط الأهداف جديدة وترجع تحققها؟ بصراحة هذا الموضوع خطر ببالي، لأنه مش هذا هو سبب وجودنا في الحياة. وأضاف: إحنا هدفنا في الحياة علشان نرضي رب العالمين، نرضي خلقنا، فمش مشكلة إنه يكون عندك أهداف، بالعكس صحي جدا إنه يكون عندك أهداف، بس يكون هذا الهدف متناسق مع سبب وجودك في الحياة وهو رب العالمين، إنك تكون بتحاول تسعى علشان ترضي الله، والهدف اللي كنت بحاول أحققه بصراحة ما بيرضي رب العالمين. وكما وعد جمهوره بأنه لن يختفي عنهم وسيتواجد حولهم باستمرار، مؤكدا أن قرار اعتزاله لا يعني اختفائه عن جمهوره، مؤكدا تواجده حولهم بشكل دائم. وفي معلومات خاصة تحدثت بها المواقع، فقد علم أن أدهم يتحضر لمشروع جديد سيطلقه في المدى القريب بعيدا عن الفن والغناء، يطل من خلاله بشكل يشبه شخصيته ويكشف بشكل أكبر عن أطباعه التي كان يخفيها عن الأضواء. والفنان أدهم النابلسي أحد وجوه برنامج إكس فاكتور، شجعته والدته على الغناء بعدما اكتشفت صوته الجميل، وأصرت عليه بأن يشارك في برنامج المواهب إكس فاكتور. وكان أدهم متردداً بأن يخوض التجربة وحده، وأراد أن يكون برفقة أخيه الأكبر رامي، لأن صوت رامي جميل جداً أيضاً، ولكن شاءت الأقدار أن يقدم للبرنامج بمفرده وأن تختاره لجنة التحكيم للمرحلة الثانية، صورة تجمعه مع شقيقه رامي. وأثبت أدهم نفسه بحضوره المميز وصوته القوي ليستمر حتى المراحل النهائية، وبقي وحيداً ضمن فريق وائل كفوري لينافس زملائه محمد الريفي وإبراهيم عبد العظيم على اللقب. حياة أدهم قبل دخول البرنامج كانت بين الجامعة وممارسة ألعاب القوى وأوقات أخرى بين عائلته وأصدقائه، صورة تجمعه مع شقيقيه. فلنتعرف أكثر على الفنان المعتزل أدهم النابلسي. أدهم ذياب فريد النابلسي، 28 عاماً، من مواليد عمان 20 نوفمبر عام 1993، وهو مغني أردني. عائلته ذات أصول فلسطينية، ترعرع وتابع دراسته في مدارس وجامعات الأردن، صورة تجمع الفنان أدهم النابلسي مع والدته. إلا أن عالم الفن كان له حصة كبيرة في حياته ودفعه شغفه في هذا المجال إلى المشاركة في البرنامج الغنائي إكس فاكتور أرابيا. أدهم النابلسي وهو صغير. ولقد لقي الدعم الكبير من والدتها التي شجعته على خوض هذه التجربة بعدما اكتشفت موهبته وصوته المميز. أما هذه الصورة فهو والد الفنان أدهم النابلسي، وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية في البرنامج، ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب. أدهم النابلسي شخصية بيتوتية، فهو بالواقع بعيد كل البعد عن عالم الإعلام واللقاءات التلفزيونية،
ولا يظهر إلا بعدد محدد من المقابلات خلال العام. صورة عائلية للفنان أدهم النابلسي. تزوج الفنان أدهم النابلسي من فتاة تدعى ليليان، وقيل حينها أنه اتجه فوراً بعد انتهاء خروجه من برنامج إكس فاكتور عام 2013 ليعقد قرانه عليها، وعاش معها قصة حب وهو بعمر 19 عاماً. الفنان أدهم مع شقيقته. وأما عن سبب عدم إعلانه الزواج، قال الفنان أدهم النابلسي أن ذلك احتراماً لقدسية العلاقة الزوجية، ولا توجد أي تفاصيل منعاً لأي شائعات لاحقة قد تهدم الحب بينه وبين حبيبته. ويكتنف الغموض حياة أدهم النابلسي لأنه لا يتحدث عن زواجه بكثرة للإعلام، وأغلب أغانيه تحمل الطابع الحزين، ما أثار رغبة جمهوره بمعرفة المزيد عن التفاصيل حول حياته العاطفية وزواجه. وأكد الفنان أدهم النابلسي في لقاء تلفزيوني أن زوجته ليليان تصغره بأربع سنوات فقط، مشيراً إلى أنها حب الطفولة، وصرح بأن زوجته لا تغار من رسائل المعجبات. صورة تجمع أدهم النابلسي مع شقيقه رامي في صغره. ومؤخراً أعلن أدهم النابلسي عن الانتهاء من دراسته الجامعية بالحصول على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية. صورة للفنان أدهم النابلسي بعد تخرجه. وشارك أدهم النابلسي صوراً عبر حسابه على تويتر ارتدى فيها ثوب التخرج، متوجهاً بالشكر لجميع من دعمه ووقف بجانبه حتى استكمل دراسته. وكتب نابلسي قائلاً: بفضل الله نجحت ونلت شهادة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية، كل الشكر لعائلتي وأصدقائي وكل من دعمني وشجعني لإكمال دراستي، الحمد لله. صورة تجمعه مع شقيقه رامي. شكرا لكم أصدقائي على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.